في ظل الأزمات السياسية اللي بالبلد بدي أكتب هلأ عن موضوع سياسي، ووجهت العديد من الانتقادات إلى وزير، لا 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 الوزير بيغضب وبيعصب إذا قرأ الجملة. طيب بنكتب عن الشأن الاقتصادي، قامت الشركة بفصل تعسفي للعديد من الموظفين. لا لا هلأ مدير الشركة بتصل على مديري وبفصلني. طب خلينا نكتب في المواضيع الاجتماعية. أقدمت مجموعة من الشبان على اغتصاب سائحة. بلاها بلاها، المجتمع حساس بالمواضيع ورح يقيموا الدنيا على راسي. طبعاً إيش ضل نحكي؟ لا للرقابة الذاتية على الصحفيين، الصحافة وجدت لتراقب وتنتقد،